الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضور سيدنا الشيخ عبد السلام بن مشيش رضي الله تعالى عنه وسيدنا الشيخ يحيى بن محمد رحمه الله تعالى عنه ووصولهم وفروعهم اللهم أنت ربي
أبوك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاعلم أنه لا إله إلا Allah, la ilaha illallah, la
سيدنا محمد النور وآله. اللهم صل على 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 سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد على خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.
Allah, 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 All
Yeah.
يا صلي وسلم دائما
Oh.
Okay.
آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم. الله يا
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين اللهم اغفر لنا فإنك أنت خير الغافرين اللهم احفظنا فإنك أنت خير الحافظين اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان اللهم اغفرهم وارحمهم وسكنهم في الجنة اللهم اغفرهم وارحمهم وسكنهم في الجنة اللهم اغفرهم وارحمهم وسكنهم في الجنة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.